ما هو المن والسلوى الذي ذكره القرآن كسبب للقوة الخارقة التي تمتع بها بنو إسرائيل في الماضي؟ تحية من عند الله عليكم، مباركة طيبة. ذكرنا في الحلقة السابقة أدلة قرآنية أربعة من بين الأدلة المتعلقة بالطعام الخارق، وشرحنا واحدا منها. واليوم نشرح الدليل الثاني، وهو صفة الطيبات التي اقترنت بالمن والسلوى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نستنتج من الآيات السابقة ما يلي: أولا، تم ذكر المن والسلوى 3 في المصحف. ثانيا، في المرات 3 كان هذا الطعام مخصصا لبني إسرائيل حصريا. ثالثا، في سورة طه ذكر تنزيل المن والسلوى على بني إسرائيل، بينما السورتان البقرة والأعراف فذكرتا إنزال المن والسلوى وليس التنزيل. رابعا، بما أننا أثبتنا في حلقات الإنزال والتنزيل أن الإنزال أو التنزيل على شيء كلاهما لا يستلزمان أن يكون الإنزال أو التنزيل من الأعلى إلى الأسفل، بالتالي يكون المعنى أن المن والسلوى تم جعلهما مدركين بالنسبة لبني إسرائيل من خلال الفعل أنزلنا، وليس يعني أن المن والسلوى هبطا من السماء. وبما أنهم أكلوا منها وانتفعت أجسامهم بها كما ينتفع أي إنسان من أي طعام كان، لذلك جاءت عليكم وعليهم، أي هذا كان دور الحرف على. خامسا، في البداية كان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل بمعنى وجوده المادي كأي طعام نعرفه وتنتفع منه أجسامهم كما ننتفع اليوم كلنا من أي طعام، ولكن كان يرافقه عند بني إسرائيل في تلك المدة أيضا التنزيل عليهم، حيث كان هذا الطعام يرفع من قدراتهم الخارقة أيضا، والتي فصلنا الحديث عنها في سلسلة حلقات الحضارة الفرعونية. سادسا، بما أن القرآن يريد أن يفهمنا سر الطاقة الخارقة التي كان يتمتع بها بنو إسرائيل، ثم يفهمنا السبب في أننا مؤهلون اليوم أكثر منهم بكثير لاستحقاق هذه الطاقة، ذكر تنزيل المن والسلوى عليهم، أي انتفاعهم بطاقتها الخارقة، 1 في المصحف، وتحديدا بعد نجاتهم من فرعون وقبل عبادتهم للعجل، بينما اكتفى المصحف بذكر إنزال المن والسلوى عليهم 2، وفي كل منهما كان الإنزال يأتي بعد عبادتهم للعجل، بما يؤكد أنهم بعدما عظمت جرائمهم منعت بركة هذا الطعام عنهم، فالتغى التنزيل واقتصر الأمر بعد ذلك على الإنزال فقط. هل هذا يعني أن المن والسلوى هو طعام مشابه لطعامنا في جانب من جوانبه المادية،
بالتأكيد، فهو يشمل بالدرجة الأولى شحوم البقر والغنم، ولهذا تعلق بالإنزال الذي هو بطبيعته مادي. في الوقت ذاته وبسبب التنزيل يبدو أنه تم تحويل هذا الطعام من عالم ما وراء المادة إلى عالمنا المادي. صحيح، وذلك لأن الأبقار والأغنام والإبل كانت موجودة بشكل حر في الطبيعة ولا علاقة للإنسان بها، وذلك منذ ملايين السنين، ولكنها في زمن موسى بدأت تربيتها من قبل الإنسان وبشكل جاد، فالله جعلها في زمن موسى جعلا، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. فكما أثبتنا سابقا، فالجعل هو إضافة صفة على صفة أصلية سابقة، فالأنعام قبل جعل الله لها كان حالها كحال بقية الحيوانات، ولكن الله في زمن موسى جعلها للبشر، أي جعلها بخصائص استثنائية لتكون أفضل ما يمكن أن يأكل منه الإنسان على الإطلاق، وفي الوقت ذاته هي الأفضل من بين الدواب في مجال نقل الإنسان من مكان إلى آخر، والأفضل في نقل بضائعه أيضا. وبما أن الله مختص بالخوارق أيضا، فكل هذا يعني أن في الأنعام شيئا من عالم ما وراء المادة، شيئا من عالم السماء، وكأنما فيها قطعة من الجنة لا نراها. أو ليس الحصان هو الأقدر على نقل الإنسان وبضائعه؟ بل الإبل، أي الجمل وأنثاه الناقة، هما أفضل الدواب في تحمل أبعد المسافات على الإطلاق عندما يتم حمل البضائع عليهما، بينما البقرة وذكرها الثور هما أفضل الدواب في حمل الأوزان الثقيلة، وفي حين أن الفيل قد ينافسهما في ذلك، ولكن الفيل غير عملي لأنه سيخيف كثيرا من الناس في طريقه أثناء التنقل من بلدة إلى أخرى، وكذلك يحتاج رعاية خلال السفر أكبر بكثير من الثيران، والبقر والإبل هما من الأنعام. باختصار، فالمعجزة في مسألة الأنعام من هذه الجهة هي أن يكون منها أفضل طعام للبشر، ومنها أيضا وسيلة نقل ممتازة. إذن عندما تم الاكتفاء بذكر إنزال المن والسلوى وليس تنزيلهما، فهذا سببه هو أنهم في تلك المرحلة كانوا قد ارتكبوا الجرائم الكبرى، فحرموا من الطاقة الخارقة والتي كانت تصلهم من هذا الطعام. ولكن لماذا ذكر هذا الإنزال في كل مرة بعد حادثة مختلفة، حيث ذكر تارة قبل تسبب موسى بانبجاس 12 عينة، وذكر تارة أخرى بعد انبجاس هذه العيون؟ هذا أمر طبيعي، فبما أن المن والسلوى هو طعامهم الوحيد، وبما أنه من اللحم والشحم، وبما أن الإنزال يمثل الجانب العادي البسيط من هذا الطعام، فمن الطبيعي أن يتكرر أكلهم منه مرات عديدة، سواء عندما كانت ترافقه الطاقة الخارقة أو عندما كانت قد سحبت منه هذه الطاقة. فبدل القرآن مواضع ذكر هذه الحادثة ليدلك على أن هذا الشيء البسيط تكرر كثيرا، بما أنه طعامهم الوحيد. عظيم. إذن الدليل الأول اليوم على حرمانهم
من الطاقة الخفية في تلك اللحوم هو تبدل التنزيل إلى الإنزال. صحيح. والدليل الثاني هو أن تتمة آية التنزيل الوحيدة كانت هي تحذيرهم من الطغيان، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، والتي أثبتنا من قبل أنها لم ترتبط بأي طعام في القرآن إلا مع هذا الطعام حصريا. فآية التنزيل هي الآية الوحيدة التي ذكرت تنزيل المن والسلوى، وهي الآية الوحيدة التي تم تحذيرهم بعدها من أن يصبحوا طغاة، أي حذرتهم من أن يستعملوا الطاقة الخارقة في الطغيان في الأرض على الناس، أي تحذرهم من استخدامها في الشر. وفي الوقت ذاته هذه الآية الوحيدة لم تصفهم بالظالمين. بينما قارن هذا بالآيتين اللتين ذكرتا إنزال المن والسلوى، تجد أن كل منهما بعد الأمر بالأكل من المن والسلوى ذكرت فورا عبارة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، مع أن السياق هو سياق ذكر النعم المنعمة عليهم. فآية جاءت هذه العبارة فيها في سياق نعمتي وظللنا عليكم الغمام، وفي سياق نعمتي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وكذلك في الآية الثانية جاءت العبارة ذاتها في سياق نعمة الغمام أيضا، وفي سياق نعمتي فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. فسياق مليء بالنعم كهذا، فمن غير المألوف أن تختم هذه النعم كلها بالتبرير بأنهم كانوا ظالمين، فذكر ظلمهم كان من المناسب أن يذكر في ختام ذكر جرائمهم في آيات أخرى. ولكن وبما أن مجرد تحويل التنزيل إلى إنزال والاكتفاء بالإنزال فقط يدل دلالة مؤكدة على خسارتهم للطاقة الخارقة، فلهذا كان التبرير بعد ذكر الإنزال حصريا وليس التنزيل بأن كل هذا كان سببه هو ما عملته أيديهم من جرائم، وبالتالي سحبنا من هذا الطعام قوته الخارقة. ولماذا عبارة كلوا من طيبات ما رزقناكم وردت في آيتي الإنزال متصلة بالمن والسلوى في آية واحدة، بينما في آية التنزيل فأتت منفصلة عن المن والسلوى في آية مستقلة؟ وهذا أيضا هو للسبب السابق ذاته، فالآيتان اللتان تكلمتا عن حرمانهم لم يكن لموضوع المن والسلوى ولكيفية التعامل معه من أهمية تذكر، فهو في هذه المرحلة غدا طعاما عاديا، فلم تفرد آية خاصة لكيفية التعامل معه، بينما في آية الطعام عندما كان خارقا فأفردت آية خاصة لشرح كيفية التعامل مع هذه الطاقة، وذلك لخطورة الموضوع، فتم تحذيرهم من أن يستغلوا هذه الطاقة في الطغيان على العباد، وتم تخويفهم بأن من يفعل ذلك فسيحل عليه غضب ربه، وأن من يغضب عليه ربه فقد انتهى أمره. وكيف عرفنا أن المن والسلوى هما من الأنعام تحديدا؟ أولا لفهم هذه النقطة فلا بد من دراسة سلسلة حلقات الحضارة الفرعونية في القرآن كمقدمة لهذا البحث. ثانيا المواضع الثلاثة التي ذكر فيها الطعام الذي أهدي إلى بني إسرائيل وهو المن والسلوى، في جميع هذه المواضع تلت ذكر المن والسلوى عبارة واحدة حصرية هي كلوا من طيبات ما رزقناكم، مما يعني أن المن والسلوى هي أولا طيبات، ثانيا هي رزق من الملأ الأعلى تحديدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذه الآية نربطها بالآية التالية، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فنستنتج أنه وبما أن القرآن سمى المن والسلوى بالطيبات ثم حرم عليهم طيبات، والقرآن ذاته حرم عليهم شحوم البقر والغنم، فهذا يعني أن المن والسلوى تشمل فيما تشمل شحوم البقر والغنم.
وهذا لا يعني طبعا أن نترك اللحم جانبا، بل المقصود ألا نأكل اللحم ونرمي الشحوم بحجة الحفاظ على الصحة، بينما نحن نهدم الصحة. والأكثر من ذلك، هناك آيتان بديعتان تم صياغتهما صياغة ساحرة حول هذا الموضوع لتكونا واضحتين وضوح الشمس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فالآيتان تثبتان أن رزق الملأ الأعلى عندما كان من الطيبات تحديدا ولبني آدم تحديدا، فكان هو السبب في تفوق الجنس البشري على بقية الكائنات الحية. ولكن عندما كان هذا الرزق ذاته ولكن في دائرة أضيق وخيارات أقل لبني إسرائيل، فكان هو سبب تفوقهم على جميع البشر. وذلك لأن الرزق من الطيبات أتى في كل من الآيتين مقدمة للتفضيل. من جهة ثانية، فبما أن دائرة الطيبات المتعلقة ببني آدم هي أوسع بكثير من المتعلقة ببني إسرائيل، لذلك كان من عوامل وصول البشر إلى تلك الطيبات هو أن يركبوا في البر ظهور الدواب والمركبات ليصيدوا الحيوانات مثلا، ويقوموا بأفعال أخرى ليصلوا إلى غذائهم البري المتنوع، وكذلك أن يركبوا الفلك في البحر ليصيدوا السمك على سبيل المثال. أما دائرة الطيبات الأضيق المتعلقة ببني إسرائيل فهي لبساطتها وقلة خياراتها، فلا تحتاج لا ركوب بحر ولا حتى بر، لأنها عبارة عن الأنعام التي هي في الأصل لا تحتاج إلى كثير جهد للسيطرة عليها، بل هي على العكس تماما. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالإنسان لا يحتاج إلى ركوب شيء لصيد الأنعام، بل على العكس يركبها هي لتنقله من مكان إلى آخر وليحقق من خلالها منافع يصعب إحصاؤها. أي أن الركوب كان مقدمة للوصول إلى رزق بني آدم الواسع، أما بنو إسرائيل فكان مجرد العلم والوحي هو المقدمة والسبب التي أوصلتهم إلى معرفة رزقهم الخارق الذي جعلهم متفوقين في ذلك الزمن على كل البشر، كما هو القرآن وحي لنا يخبرنا بالسر ذاته اليوم. والمن والسلوى تعني أن هذه الأنعام يمنها أهل السماء علينا، وهي سلوان لنا فهي من علينا، فيها فائدة، وهي سلوان لنا لأن فيها متعة، فمتعة أكل اللحوم متعة معروفة، خاصة لمن يأكل اللحم وحده فيتذوقه بتذوق خاص جدا، لأن حليماته الذوقية تكون قد طهرت من الطعام الخاطئ سوى اللحوم. هل هذا يعني أن بني إسرائيل لم يأكلوا الطعام البحري من سمك ونحوه؟ علاقتهم بالسمك والحيتان تحديدا بدأت بعد أن حرموا من بركة الطاقة في الأنعام، وصاروا يأكلون أي شيء. أما في فترة قوتهم الخارقة فلم يكونوا يأكلون الأسماك ولا الحيتان. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. فعلاقتهم بالكائنات البحرية ابتدأت بعد أن دخلوا في مرحلة أنزلنا، أي بعد أن حرموا من مرحلة نزلنا. كذلك في الآية، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أي أتى ذكر السبت المتعلق بالحيتان البحرية بعد أن اعترضوا على الطعام الواحد، أي بعد أن تنازلوا عن الطعام الخارق مقابل لذة التنوع في الأطعمة. ومن ناحية أخرى، فالقرآن يرشدنا إلى أن من كان يعيش عند البحر
فمن المقبول أن يعتمد على الطعام البحري وفق شروط نفصلها في حلقات قادمة. وبنو إسرائيل كانوا في ذلك الوقت على البحر، والحمد لله رب العالمين.